وللمزيد من المتابعة حول أهمية هذه الزيارة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم أرحب بك. أهلا أهلا أستاذ أكرم، بداية كيف تقرأ أهمية وتوقيت هذه الزيارة وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد القمة العربية في البحرين؟ طبعا القمة العربية مهمة والزيارة بتأتي في وقت مهم. الحرب في غزة يعني أخذت مسار صعب جدا ومصر بتبذل جهود كبيرة وقت هذه الحرب والتوصل إلى هدنة وتدعم الحقوق الفلسطينية، ونفس الأمر يتعلق بالكويت. والحقيقة العلاقات المصرية الكويتية علاقات متميزة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بشكل كبير، وبالتالي من المهم تنسيق المواقف العربية ووجود موقف عربي قوي يمكنه التدخل والتقاطع مع هذه التحولات اللي بتحدث في المنطقة وفي الإقليم بناء على الحرب مع غزة، خاصة أن هناك أطراف متعددة تدخل في هذه الحرب بشكل أو بآخر وتؤثر في مسارات المفاوضات، في المسارات السياسية، في مسارات الأطراف المختلفة. العلاقات المصرية الكويتية علاقات قديمة، علاقات راسخة. حقيقة العلاقات في عهد الرئيس السيسي دائما بيطرح فكرة الشراكة والتعاون بالذات الدول العربية والدول الإقليمية، وأن يبقى في موقف عربي موحد وقوي تجاه أي أحداث أو تحولات موجودة في المنطقة. نعم أستاذ أكرم، بالحديث عن العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، هي علاقات مستمرة على مدار سنوات لكن ربما شهدت طفرة مختلفة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك جليا في العلاقات التجارية وأيضا ما يتعلق بالاستثمارات والمجال الصناعي. كيف تقرأ هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي؟ وطبعا الحقيقه العلاقات العربيه بشكل عام في عهد الرئيس السيسي تطورت بشكل كبير، لان مصر لديها سياسه خارجيه تقوم على التعاون والشراكه بالذات الدول العربيه والدول الاقليميه، وكمان الحقيقه مصر لديها فرص بنيه اساسيه، فرص استثماريه في المنطقه الاقتصاديه قناه السويس وغيره. الحقيقه الكويت استثمارات الكويتيه كثيره جدا في مصر على مدى عقود وتضاعفت في السنوات الاخيره، انه مصر تعتبر مجالات الاستثمار فيها متاحه وواضحه وقوانين الاستثمار بتتيح خاصه للمال العربي والاشقاء بشكل كبير، فده جزء مهم. استثمارات كويتيه، استثمارات عقاريه، استثمارات اقتصاديه مختلفه، علاقات تجاريه، استيراد وتصدير، استيراد سلع وخضروات وفاكهه ومنتجات زراعيه ومنتجات وسيطه من مصر، في تصنيع يعني فكره تمكين الصناعه بشكل او باخر، استثمارات صناعيه، كل دي نقاط مهمه اعتقد ان هي واضحه في العلاقات المصريه الكويتيه. نعم أستاذ أكرم، إذا ما تحدثنا عن تقارب وتطابق المواقف تحديدا فيما يتعلق بالوضع في غزة، كيف يمكن لهذه اللقاءات، لقاءات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيره من القادة العرب، كيف يمكنها تدعيم وتثبيت المواقف والركائز المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومحاولة حلحلة الصراع الذي يحدث الآن والتوصل لصيغة لإيقاف هذه الحرب ولتقديم المزيد من الدعم للأشقاء في غزة؟ الموقف العربي عموما موقف واضح، واظن الموقف المصري كمان واضح. في تطابق بالفعل في المواقف المصريه الكويتيه تجاه القضيه الفلسطينيه وتجاه غزه وتجاه دعم القضيه ماديا ومعنويا وسياسيا والدفع نحو دوله فلسطينيه والمساعدات اللي بتقدم الى غزه وغيره. وكمان الحقيقه الموقف ضد الحرب في جبهه واضحه عربيه وموقف عربي واضح جدا القمة العربية أو قبل القمة أو كان قبل ذلك القمة التي عقدت في المملكة العربية السعودية، فالأمر هنا واضح والمواقف محددة وقوية ورقيقة في هذا الاتجاه. نعم أستاذ أكرم، فيما يتعلق بهذه الزيارة وهي الزيارة الأولى لأمير الكويت إلى مصر، ما الذي يمكن أن نتوقعه من هذه الزيارة في إطار المناقشات التي ستتم والقمة المرتقبة التي ربما تبدأ مجرياتها بعد قليل في قصر الاتحاد؟ اولا في الجزء العام، الجزء الخاص بالقضايا الثنائيه، العلاقات التجاريه، العلاقات الاقتصاديه، الاستثمارات الكويتيه في مصر، الاستثمارات المصريه، التبادل التجاري، رفع الاتفاقيات الاقتصاديه المختلفه اللي تم توقيعها في مجلس اعمال مشترك، كل دي تفاصيل تتعلق بالعلاقات الثنائيه. الجزء العربي والاقليمي يتعلق بالقمه العربيه في البحرين، تنسيق المواقف تجاه القضايا الفلسطينيه، وقف العدوان على غزه، والسير نحو مسارات سياسية تضمن إقامة دولة على فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية،
رفض التصفيه، رفض التهجير، وجود مواقف عربيه مختلفه تجاه القضايا الاقليميه الدوليه، وده كان دعوه مصر على مدى عقود الحياه وفي اتفاق. طبعا هي اول زياره لي من الكويت، لكن العلاقات ممتده في تاريخيا بين مصر والكويت، ودي استمرار لهذه العلاقات، يعني علاقات شعبيه وعلاقات رسميه قائمه وقويه جدا في هذا السياق. طبعا الامير الكويت يقوم بدور مهم في هذه العلاقات العربيه وفي العلاقات الانسانيه وفي غيره، ده استمرار للدور الثقافي، الدور الاقتصادي المهم، والدور التوازن اللي تقوم به الكويت كدوله مهمه، دوله عربيه مهمه في هذا الامر. كيف ترى ايضا التطور الذي حدث والطفره التي حدثت على مستويات التبادل التجاري الذي وصل الى 305 ملايين دولار، وذلك خلال عام 2021 بارتفاع بلغ 21%، ايضا يعني مشاركه الكويت في استثمارات تتعلق بالقطاعات الزراعيه والتجاريه، يعني هذه الاستفاده المتبادله على الصعيد الاقتصادي بين دولتين من الدول العربيه كيف تقرا اهميته؟ طبعا الشراكه والتعاون بتثمر ده، وزي ما احنا قلنا الحقيقه العلاقات في عدد رئيسي مع الدول العربيه بشكل عام قويه، ومع الكويت بشكل خاص اعتقد مستمره. التبادل التجاري اترفع، الميزان التجاري تزايد بشكل كبير، استيراد من مصر يعني برضه زي ما قلنا منتجات زراعيه، وفي استثمارات كويتيه في زراعيه في مصر في توشكا وفي مناطق مختلفه، وبالتالي فهنا العلاقات في الشراكه والتعاون بتثمر طول الوقت نتائج وتفتح الباب لمزيد من التطور ومزيد من ارتفاع في الميزان التجاري بين البلدين، وايضا زي ما احنا قلنا فتح الباب لاستثمارات كويتيه، تبادل خبرات، تبادل استثمارات، كل دي افكار مهمه، خاصه وانه يمكن الاستثمارات العربيه اصبحت تكتشف انه استثماراتها في الخارج بشكل عام في ظل الاستقطابات والتوترات الموجوده، الحرب في اوكرانيا، اوروبا، الولايات المتحده وغيره، اصبح بتكتشف انه المنطقه العربيه اكثر امنا في الاستثمارات من دول مختلفه، وهي دول شقيقه تستطيع ان تبني علاقاتها بشكل كبير يعني. نعم، وكيف يمكن لدولتين مثل مصر والكويت تقديم الدعم للاشقاء العرب، خاصه مع مرور كثير من البلدان، ليس فقط ما يحدث في غزه لكن العديد من البلاد العربيه مثل اليمن وليبيا التي تعاني من ازمات على المستوى السياسي، وايضا السودان، اليمن، سوريا، ليبيا. يعني اظن انه المهم من تقديم المساعدات هو دعم المسارات السياسيه دي. وجهه نظر مصر مبكرا جدا انه الافضل انهاء هذه الصراعات وابعاد التدخلات الخارجيه والاجنبيه والسير في مسارات سياسيه تنتج قدره على اداره الموارد واداره الثروات بشكل مهم، وتصل بهذه الدول الى الاستقرار سواء في اليمن، في ليبيا، في سوريا، بعد سنوات الحياة من الصراعات اللي أدت لخسائر كبيرة اتضح أن لا يوجد أفراد كثيرة فيها. فبهذه التوحد في مثل هذه الوجهات النظر مهم جدا في الوصول إلى هذا الأمر. التوافق ما بين الشعبين المصري والكويتي كيف تقرأه، خاصة لو عدنا بالسنوات للوراء وتذكرنا وقوف مصر إلى جانب الكويت في الاعتداء الذي حدث من العراق في عام من الأعوام، كيف تقرأ التوافق بين الدولتين على الصعيد الشعبي بالإضافة طبعا لما نراه على الصعيد الرسمي؟ العلاقات الشعبية بين مصر والكويت، أعتقد في مصر كتير بيعملوا في الكويت، في أشقاء من الكويت يقيموا في مصر وبيتملكوا وبيتحركوا ولديهم استثمارات ولديهم حتى حياتهم الاجتماعية هنا. أعتقد إن ده دليل على التواصل والتوافق الاجتماعي بين البلدين، وده نقطة مهمة جدا، ودايما الحقيقة موقف مصر مبدئي من هذا الأمر اللي هو الدعم للمواقف العربية ووجود والتصدي لأي محاولات للتدخل في شؤون الدول العربية ومساندة الأشقاء بشكل واضح ضد التحديات والتدخلات والحروب والمطامع وغيره. فدي مواقف مبدئية، وأعتقد أنه ده ظاهر جدا في علاقات مصر مع الدول العربية وتحديدا الكويت. كيف يمكن لهذه الزيارة أن تعمل على توطيد الروابط بين الدولتين، خاصة أن أمير الكويت قد تولى مقاليد الحكم مع نهاية العام الماضي وهي أول زيارة له إلى مصر كما ذكرنا؟ أكيد أكيد طبعا مثل هذه الزيارات وزيارة الرئيس الكويت أو إقباله لأمير الكويت حاليا أعتقد أنه مهم، ودي أول زيارة وزيارة مهمة لمصر. أعتقد أن هي بتدفع نحو تنمية العلاقات الثنائية من ناحية وتقوية العلاقات السياسية وتنسيق المواقف، لأنه زي ما احنا قلنا مصر والكويت علاقات قوية جدا بينهم، والتنسيق بينهم سياسيا ودبلوماسيا مهم، ووجود مواقف عربية مهمة، فده كل دي يعني ترسخ في هذا الأمر.
نعم الأستاذ أكرم، القصاص فيما يتعلق إذن بالعلاقات، كنا تحدثنا عن القمة العربية المنتظرة في البحرين وكيف يمكن مثل هذه الزيارة أن تكون بمثابة إعداد وغيرها من الزيارات أيضا واللقاءات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعداد أو تناول ملفات هامة يمكن الحديث عنها في القمة العربية. سواء الزيارات او اللقاءات او الاتصالات اعتقد مهمه جدا، وكان يعني ملك البحرين موجود في القاهره منذ مده، القمه بتعقد في البحرين، في اتصالات طول الوقت مع الاشقاء العرب، مع المملكه العربيه السعوديه، مع الامارات، مع دول الخليج طبعا، مع الكويت، العراق، مع الاردن، مع كل الدول العربيه، دول المغرب العربي، كل ده تنسيق مهم جدا بهذه القمه والوصول لمواقف مهمه، لان دايما مصر كانت معها وجهه نظر انه وجود موقف عربي بيغني عن انتظار تدخلات اجنبيه او خارجيه لتوجيه المواقف او التدخل في الصراعات او غيره، ويبقى في مسارات سياسيه واضحه. هنا هو دي النقطه الرئيسيه، اعتقد القمه عليها مهام كثيره، وان يكون في صوت عربي واضح، في بيانات واضحه زي ما كان موجود قبل ذلك القمه اللي كانت موجوده في المملكه العربيه السعوديه، الفرق كان لها دور في بعد 7 اكتوبر وبعد الحرب على غزه، زي قمة القاهرة اللي عقدت كأسرع رد فعل عربي ودولي تجاه هذا الأمر اللي دعت ليها مصر، كل دي نقاط مهمة، وأعتقد القمة هتبقى مهمة في بناء سياقات مختلفة وردود أفعال وبناء التصرفات العربية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.